وشو شو جامدة. يلا بيبو، يلا بيبو انفراد والتالت خالد بيبو وبيشوط وكورة حلوة مزيكا واللمسة الحلوة فترات طويلة قدام إن شاء الله. إن شاء الله إحنا نكون مشاركين في كأس العالم للأندية بإذن الله، يكون سبب فوقان لجيل إن شاء الله يحصد بطولات السنين الجاية تسعد جمهور نادي الزمالك. الموضوع في الأول وفي الآخر توفيق وتركيز اللعيبة في الملعب، ونتمنى طبعا التوفيق والتركيز يكون حليف لنادي الزمالك إن شاء الله في الماتش. الماتش قريب من بعضه يعني، وبتمنى في الآخر الفوز من نادي الزمالك. لعبت نادي الزمالك بقى لها تركيز، ثقة، ثبات انفعالي. ربنا يوفقكم إن شاء الله بإذن الله، وأنتوا كسبانين الأهلي قبل كده، وكسبانين الترجي، وكسبانين الرجاء، وكسبانين الهلال السعودي، كسبانين فرق كبيرة جدا. استمدوا قوتكم من هذه المكاسب، وإن شاء الله بإذن الله نبارك لكم بإذن الله بعد المباراة إن شاء الله. الثقة والرغبة والإصرار، يعني الثقة في قبل ما يكون الثقه في نفسك، الثقه كمان في زمايلك ان انتوا تقدروا، يعني ده مهم جدا. يعني انا بغض النظر المنافس قوي جدا والمنافس كبير، وطبعا النادي الاهلي نادي كبير جدا جدا ليه كل الاحترام والتقدير، واللعيبه كلهم برده نجوم كبيره، لكن انت يبقى عندك اليقين والثقه والايمان بالله والايمان في امكانياتك وقدراتك ان انت تقدر تجيب البطوله.